القرآن كلام الله له حلاوة وعليه طلاوة لا يمل قارئه مهما ردد قراءته، وهو أعظم الذكر وأحلاه وأعلاه، له أثره العظيم في القلب. ولكن يقول العلماء إن لكل شيء مقتضٍ وله موانع، فقد يفعل الإنسان المقتضي والسبب لكنه يكون متلبساً بمانع يمنعه من حصول المقصود. فقد يكون الإنسان يقرأ القرآن وهو يفعل خلاف ما يؤمر به في القرآن، أو يفعل ما نهي عنه في القرآن، فلا يجد للقرآن لذة، ولا يجد لقراءة القرآن لذة. وقد يكون الإنسان متلبساً بمعاصٍ تحول بين قلبه وبين لذة قراءة القرآن، فينبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله ويتخلص مما يغضب الله سبحانه وتعالى، كما أنه ينبغي أن يجاهد نفسه عند قراءة القرآن، ومن جاهد نفسه هداها الله سبحانه وتعالى، كما ينبغي أن يعتني بالتدبر، فإن التدبر أساس الخشوع. ومن رزقه الله الخشوع عند تلاوة القرآن وجد لذة عظمى في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أقول يا أخي اقرأ القرآن تعبداً لله ولو لم تجد لذة، لا يجعلنك الشيطان تترك قراءة القرآن وتلاوة القرآن بحجة أنك لا تجد لذة. اقرأ القرآن مخلصاً لله عز وجل، وسيعينك الله عز وجل. نعم.